السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم اخواني؟ شو اخباركم؟ معكم سعيد من قناة ذا بريكنج وولف. زي ما شفتوا من العنوان، اليوم جايين نعرف كيف نخفي نص داخل نص. كيف يعني؟ يعني فلنفرض انه انت مستخدم جهازك وكان في عندك اخوان مثلا او اي شخص اخر بيستخدم نفس الجهاز اللي انت بتستخدمه، وكان في عندك نصوص مهمة على الجهاز، ممكن ارقام فيزا، ممكن ارقام تليفونات، ممكن ارقام اشي مهم بالنسبة لك، حسابات بنكية، رسائل خاصة فيك مثلا، وبدك تخفيها عن المتطفلين اللي بيستخدموا نفس الجهاز اللي انت بتستخدمه. فكيف ممكن انه نخفي نص داخل نص؟ خليكم معنا عشان نعرف كيف، ويلا نحكي بسم الله ونبلش في الشرح. طبعا اول اشي بدنا نعمله، بنفوت على الماي كمبيوتر او جهاز الكمبيوتر، بعدين بنختار القرص اللي احنا بداخله بدنا نعمل النص المخفي او الملف النصي اللي بدنا نخفي فيه النص اللي احنا بدنا اياه. مثلا فلنفرض على الدي، لانه الدي عندي ما فيها ملفات نصية. بعد ما نفتح الدي او المكان اللي احنا بدنا اياه، كليك يمين وبنعمل نيو او جديد، بعدين بنختار تكست دوكيومنت او ملف نصي او مستند نصي، بعدين بنسميه هنا اسم. ركزوا معاي من هسه، بلشنا بالخطوات المهمة. بتسمي الاسم وبتحفظه، فلنفرض بدي اسميه ذا بريكنج وولف. طبعا لازم تتذكر انه الملف عندك بصيغة txt، بصيغة ملف نصي. نكبس انتر، صار اسم الملف عندي thebreakingwolf.txt. نفتحه دبل كليك. هسه هون بالملف هذا اللي هو الملف الاساسي، خلينا نعتبره الملف الاساسي، بنكتب فيه النص اللي راح يظهر للمتطفل لما يفتح الملف النصي، مش النص اللي احنا بدنا نخفيه، لا، النص اللي بدك اياه يظهر كانه نص عادي، مش اللي بدك تخفيه. فلنفرض انا بدي اكتب Welcome to my channel. اوكي، نص Welcome to my channel هو النص اللي راح يظهر للشخص المتطفل لما يفتح المستند النصي اللي اسمه thebreakingwolf.txt. بعد ما خلصنا كتابة النص اللي احنا بدنا اياه يظهر للشخص المتطفل، بنسكر النوت باد اكس وبنكبس سيف او حفظ عشان يحفظ النص. لو نفتحه بتلاحظ انه محفوظ فيه Welcome to my channel، او النص اللي بدك اياه يظهر بشكل عادي وما بدك تخفيه. بنسكر. زي ما حكينا ناخذ اسم الملف والصيغة تبعته، اهم اشي تجيب الصيغة، لازم يكون اسم الملف والصيغة تبعته معك. هسه بدنا نفتح موجة الأوامر أو السي ام دي. إذا كان عندك ويندوز 10 بإمكانك تروح على ستارت وتكبس عليها كليك يمين وتختار كوماند برومبت أدمن بين قوسين، أو موجة الأوامر مدير. أوكي، إذا كان عندك ويندوز 7 بنفتح الستارت، وداخل مربع البحث اللي بالستارت شو بنكتب؟ بنكتب سي ام دي على هالشكل، سي ام دي، بعدين بنكبس عليها كليك يمين وبنكبس رن أز أدمنستريتور. المهم انه نشغل موجة الاوامر بصلاحية الادمنستريتر او المدير. نكبس على يس، تفتح معنا موجة الاوامر، نسحبها على جنب. هسا زي ما انتم شايفين عندي هون انا ملف واحد باسم thebreakingwolf.txt، وين موجود؟ على الدي. ركز معاي، موجود على الدي. اوكي، انا موجود عندي على الدي، فبدي اجي اكتب دي نقطتين. لو كان عندك على السي بنكتب سي نقطتين، لو كان عندك على الاي نكتب اي نقطتين، وهكذا. انا بدي اكتب دي نقطتين واكبس انتر، بتلاحظ انه موجة الاوامر صارت داخل القرص دي. هسا شو ما بدنا نكتب اوامر راح تتنفذ داخل القرص دي. بعد ما دخلنا على القرص دي بنكتب نوت باد مسافة، بنكتب اسم الملف النصي الاصلي اللي هو thebreakingwolf.txt. بعدين نقطتين، وبنكتب اسم ملف آخر رح نقوم بإنشاءه حاليا من الأوامر على أساس نكتب فيه النص المخفي. ركز معاي، نكتب اسم ملف آخر عشان يتم إنشاءه جديد ونكتب فيه النص اللي احنا بدنا نخفيه. أوكي، فلنفرض بدي أكتب اسم ملف thebreakingwolf2.txt. أوكي، بعد ما نكون خلصنا كتابة الأمر كامل بنكبس على إنتر، راح يفتح معانا ملف نوت باد جديد، نكبس على يس. بعدين داخل هالنوت باد او داخل هالمستند النصي بنكتب النص اللي احنا بدنا نخفيه عن اعين المتطفلين، او بنعمل كوبي بيست للنص. فلنفرض انا بدي اكتب رابط قناتي، زي ما انت شايف www.youtube.com/thebreakingwolf1. هذا النص اللي راح يتم اخفائه عن اعين المتطفلين، وهذا النص راح يكون مخفي داخل النص اللي موجود بملف ذا بريكنج وولف الاصلي او الاساسي.
اللي هو كان عبارة عن Welcome to my channel، يعني النص اللي هو رابط قناتي راح يكون مخفي داخل هذا النص. خلينا نشوف كيف. بعد ما كتبنا النص بنسكر النوت باد أو المستند النصي، بعدين نكبس على سيف أو حفظ، وهيك تم إخفاء النص داخل المستند النصي. لو نيجي نعمل ريفرش هون بتلاحظ انه ما في غير ملف واحد بصيغة TXT او من تصنيف نوت باد. لو نفتحه ما راح يظهر لك الا كلمة Welcome to my channel اللي هو النص اللي انت بدك اياه يظهر للمتطفل اللي فتح الملف النصي. ولو نيجي كمان من هون نظهر الملفات المخفية ما راح يبين معاك انه في ملف مخفي بصيغة TXT. ما في غير الملف الاساسي اللي هو TheBreakingWolf.txt. طيب اشيل الاخفاء او اظهار الاخفاء. هسا انت رح تيجي تسألني كيف اظهر النص المخفي داخل النص الاولاني. بكل بساطة بنرجع على موجة الاوامر. طبعا انا موجة الاوامر عندي مفتوحة، لو كانت عندك مسكرة ورجعت فتحتها من اول وجديد مش مشكلة بنسكرها زيك. وبدي ارجع ادخل على CMD عشان امشي معاك خطوة بخطوة وما يكون في اشي يضيعك او يخربطك. فاحنا حاليا فتحنا موجة الاوامر من جديد، بنرجع بندخل على D من اول وجديد، D نقطتين انتر، بعدين بنكتب مور، بعدين مسافة، بعدين بنفتح القوس اللي بهالشكل، بعدين كمان مسافة، بعدين بنكتب اسم الملف النصي الأصلي اللي هو كان TheBreakingWolf.txt. بعدين نقطتين، بعدين بنكتب اسم الملف النصي الثاني اللي احنا أنشأناه أثناء كتابة الكود اللي أخفينا فيه النص المخفي. ركز معاي، اسم الملف الثاني اللي احنا انشأناه واخفينا داخله النص اللي هو كان اسمه TheBreakingWolf2.txt. بعدين مسافة وبنسكر القوس. بعدين هون بنكتب اسم ملف جديد بصيغة TXT عشان ننشئه، ومن خلال الملف يظهر لنا النص اللي كان مخفي، مثلا TheBreakingWolf3.txt، وبنكبس على انتر. بتلاحظ انه هون عندي طلع ملف جديد TheBreakingWolf3.txt. خليني اعمل ريفرش. ما في غير ملفين، TheBreakingWolf الاصلي اللي كان فيه كلمة Welcome to my channel، وهسه صار عندي ملف جديد اللي هو TheBreakingWolf3. لو فتحناه بيطلع لك النص المخفي اللي هو كان عبارة عن رابط قناتي www.youtube.com/TheBreakingWolf1. وهيك تمكننا انه نخفي نص داخل نص زي ما انتم شايفين. واحتمال هالشرح يفيدك واحتمال ما يفيدك، ولكن انا نزلته عشان افيد الاشخاص اللي بيحتاجوه. فإذا شفت الشرح أفادك وعجبك ياريت إنك تعمل لايك للفيديو وتشترك بقناتي إذا ما كنت مشترك فيها. ياريت تنورنا وتشترك بالقناة. أتمنى دعمكم أكبر من هيك يكون. إذا شفتوني طبعا إني بستاهل الدعم ياريت إنكم تدعموني بشكل أكبر. أتمنى منكم نشر المقطع عشان الكل يستفيد منه، شير على الفيسبوك، شير على تويتر، شير على الواتساب، على الفايبر، على أي مكان. ياريت إنكم تعملوا شير للفيديو عشان الكل يستفيد منه، لأنه في ناس كثير عن جد محتاجينه. أعتذر على صوتي ولكن الصوت مبحوح شوي. على كل إن هيك بكون انتهيت من الشرح. فأتمنى إذا كان في عندك أي سؤال أو أي استفسار أو أي اقتراح إنك تكتبه تحت الفيديو بالتعليقات، أو بإمكانك إرسال سؤالك على صفحتي على الفيسبوك، رابط الصفحة رح يكون موجود تحت الفيديو بالوصف. لا تنسى تعملها لايك لو سمحت، وتدعي كل أصدقائك للإعجاب فيها. الدعم لو سمحتوا يا أصدقائي عشان نتشجع أكثر من هيك ونضل مستمرين بالقناة إن شاء الله وبإذن الله. كل عام وأنتم بخير. صار لازم أنهي الفيديو وأحكي لكم إن شاء الله بنشوفكم بالفيديوهات القادمة. كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.